طيب تعالوا نشوف اخبار الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه، وايه اللي اتقال على الاهلي النهارده، ونعلق عليه ونوضحه لحضراتكم بشكل مفصل. ونبتدي ب يلا كوره وحسابهم، او عفوا بالتحديد في الجول وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا بعثه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ستضم 65 فردا. مجلس اداره الاهلي اعتمد تشكيل البعثه الرسميه للنادي في بطوله كاس العالم للانديه بدوله الامارات والتي تضم 65 فردا. نتمنى يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله. والبعثه اكيد يعني بتضم اللعيبه، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، الجهاز الطبي، بعض من اعضاء الاداره التنفيذيه، بعثه اعلاميه خاصه بمركز اعلامي وقناه النادي باذن الله. فبالتالي كلها امور هتكون مهمه. فتعالوا نروح للوطن سبورت وحسابهم على فيسبوك او على تويتر. قالوا اصابات الاهلي قبل كاس العالم للانديه، واحنا متابعين للاسف الشديد عدد الاصابات اللي يعني تضرب الاهلي على مدار الايام القليله السابقه. كانت البدايه بدر بانون وغياب 5 اسابيع، مضاعفات فيروس كورونا، وقلنا لحضراتكم كل الامور دي امبارح وعلقنا لحضراتكم عليها. فبالتالي بدر بانون غيابه هيكون اكيد يعني مؤثر شويه، لان بدر من اللعيبه اللي بيتم الاعتماد عليها بشكل كبير جدا في طريقه اللعب الخاصه بالاهلي. محمود متولي لسه موضوع العضله الاماميه، فحتى لو جاهز حتى لو رجع مش هيكون جاهز لكاس العالم، فبرضه استبعد محمود متولي بره القصه. اكرم توفيق للاسف الشديد احد ابرز اللاعبين هذا الموسم، قطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر، فبالتالي غياب طويل. محمد محمود المباراه اللي فاتت شد في العضله الخلفيه، هم هنا كاتبينها الاماميه، هي المفروض العضله الخلفيه 10 ايام. حسام حسن 14 يوم عضله السمانه. احمد نبيل كوكا 45 يوم مضاعفات فيروس كورونا، وقد يعني المده تطول عن كده كمان. بالنسبه لكوكا نتمنى له يا رب الشفاء. صلاح محسن 8 اسابيع جراحه في مشطيه القدم، فبالتالي برضه بعيد عن كاس العالم. هتيجي تقول لي ما هو برضه العناصر دي ما فيش منها غير 2 3 بالكثير قوي الاساسيين، هقول لك بس حتى ال2 3 دول مؤثرين جدا. والجزئيه الثانيه كمان ان انت اصلا عندك لعيبه المنتخب، يا رب كل التوفيق باذن الله، باذن الله لمنتخبنا في ماتش الكوت ديفوار ويصعدوا، ومصر اهم من اي شيء. وانا بقول لحضراتكم الكلام ده اهو من جوه قناه النادي الاهلي، وممكن يكون ناس كتير متحمسه شويه تقول لك حتى لو منتخب خسر طب ما نجس بقى بالاهلي في كاس العالم. لا يا جماعه، الاولويه دايما لمنتخب مصر طبعا، ده امر ما فيش خلاف عليه اطلاقا اطلاقا، يقول غير كده يبقى غلطان بصراحه. ففي كل الاحوال انت عندك عدد من اللعيبه بعيده عنك موجوده مع المنتخب اللي باذن الله يكمل مشواره ويجيب لنا البطوله ويرجع يعني. فالظروف عكس الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. هتقولوا لي طب ايه الحل؟ وجهه نظر انا الحل في ايه؟ ان احنا ما قدرناش غير حل واحد بس، ان احنا ناخد بطوله دوري ابطال افريقيا مره ثالثه عشان نروح كاس العالم كاملين وجاهزين باذن الله. ودي حاجه مش بعيده عن النادي الاهلي خالص، وهيبقى حاجه جديده تتحقق ان احنا باذن الله ناخد البطوله 3 مرات ورا بعض. وهنفضل نحاول لغايه كمان لما نجيب ميداليه متقدمه عن المركز الثالث في كاس العالم، دي ما تكونش البطوله باذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، ومن خلال يلا كور، وبيتكلموا على فريق مونتيري اللي هيقابل الاهلي، مونتيري المكسيكي، واللي بيمرنه اجيري المدير الفني ليهم والسابق او الاسبق لمنتخب مصر. وكان عنده اخر مباراه قبل مواجهه الاهلي كانت بتتلعب امبارح بالليل خالص، يعني ان هو النهارده الصبح يعني، واتعادلوا بنتيجه 2-2 مع كروز ازل. ده فريق في المكسيك في الدوري المكسيكي في الجوله الثالثه تحديدا، وجابوا الجون في اللحظات الاخيره، يعني زي الاهلي كده ما بيجيب جون في اللحظات الاخيره، هم جابوا جون في اللحظات الاخيره وتعادلوا 2-2 بصعوبه في الدوري المكسيكي. وانا بشوف التعادل ده ممكن يكون بيديهم التعادل الصعب ده واللي في الدقائق الاخيره ده بيدي دفعه قويه ودفعه معنويه مميزه يعني. نتمنى ان احنا نكون افضل ان شاء الله ايا كانت الظروف، ما فيش حاجه بعيده عن ربنا. اي حد بيلعب بتشيرت الاهلي، ادينا شفنا الشباب لما لعبوا عملوا ايه؟ ما خسروش وعملوا مباريات كبيره وكانوا اقرب للفوز في اكتر من مباراه يعني في الثلاثه. فبالتالي ما فيش حاجه بعيده، نقدر، هي دي كره القدم، نقدر باذن الله باي لعيب هيلعب مع الاهلي في كاس العالم ان احنا نحقق المطلوب باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الامور الاخرى اللي بتتعلق بالاهلي وكمان منتخبنا الوطني، فاستنوا.